اهلا وسهلا، كنتمنى انكم تكونوا بخير. ما قضاش عليكم رمضان بحالي، انا قضى عليا رمضان ومع الخدمه كثيره، ما تصوروش شحال عيانه. سمحوا لي الا تعطلت عليكم. المهم اليوم غادي تشوفوا معايا واحد ستيك معمر، ستيك ديال البقري اللي سميتو فلانك ستيك معمر. غدا نعمرو، غدا نرو ليه، وغدا تشوفوا كيفاش غدا ندير ليه. كيجي لذيذ وكيجي بنين، وكندير فيه حتى الفروماج الجبن. المهم خليكم معايا، وغندير واحد الشلاضه ديال الروكيت الجرجير بالايلان. ايلان كيف قلت لكم في الفيسبوك، ايلان راه يعني واحد الطحين نباتي اللي هو يعني مفيد بزاف، ولكن ما خصناش ناخذ منه بزاف، ما خصناش نعتمدوا عليه يوميا، لانه دغيا كيتحول وكيولي حساسيه وعنده واحد السلبيه على الصحه. المهم غادي تشوفوا معايا الطريقه اللي غادي انا خديته جرين، خديته باقي حبوب. غتشوفوا معايا كيفاش غادي ندير ليه. غادي نبدا به هو اولا، كيف كتشوفوا ها هو، هذا هو ايلان عندنا بهذا الشكل اصفر هكا. المهم كتاخدي واحد شويه، غناخذو واحد شويه، كتاخدي بحال الشكل ديال الكينوا، كتاخدي بحال هكا. غسلتو مزيان كي كتشوفي، هو غسلتو كتغسليه الطريقه اللي غطيبي غادي نوريها لك دابا. كيف كتشوفي معايا دابا، ها هي المقله، المقله دايره فيها شويه الزيت، المقله دايره فيها شويه الزيت. كتقليه في الزيت، كتقليه بحال هكا. كتقليه مزيان هكا في الزيت، ومن بعد كي كتشوف انا دايره الماء كيغلى، غادي نطيبو في الماء حتى بحال كيتحل مزيان بهذا الشكل. كي كتشوفوا معايا دابا غادي نبداو ندوزو باش نعمرو الستيك. كنحتاجو المشروم مقطع صغير بحال هكا، كنحتاجو الفلفله الحمراء والفلفله الصفراء حتى هما تيكونوا مقطعين صغار، كنحتاجو شويه المعدنوس مقطع وشويه البصله وشويه الثومه، وكنحتاجو من طبيعه الحال السترينغ، يعني واحد الخيط اللي كان الخيط ديال اللحم اللي كنحزمو به اللحم اللي كنريو ليه. كندوزو دابا باش نطيبو الحشوه. ما اكدتش عليها بزاف لان كتبقى طريقتك انت في الطياب، يعني كتحمي المقله كديري فيها شويه الزيت، كتحاولي تختاري الزيت اللي عندها نقطه الاحتراق عاليه، ما ديريش زيت الزيتون، وكديري فيها البصله، كديري البزار الملح، كديري المشروم، كديري الفلفله من بعد، وكتخليهم يطيبوا ويتشربوا وينشفوا، خصهم ينشفوا. وما كتعمريش بهم ستيك حتى كيبردوا، ملي كيبردوا كديريهم فواحد الطاسه بحال هكا حتى كيدغيا كيبردوا لك، وكتعمري بهم الستيك. بالنسبه للفلفله الحمراء والفلفله الصفراء كتقدري تزيدي حتى الفلفله الخضراء الا بغيتي، لانها مفيده للجسم، في غنيه بالفيتامين سي. المهم غندوزو دابا الستيك ديال الفلانك ستيك اولا البافيت، اللي هي اللحم ديال الكرش ديال الطور، تيكون مخطط، ما تيجيش زوين في الطاجين ولا في الكسكسو، لانه هو ملي كيطيب بزاف كيولي قاسح بزاف، وكل ما طيبتيه بزاف كل ما تيقصح بزاف. كيف شتو يعني ما كانتش يعني الستيكه ما كانتش غليظه بزاف، وبالرغم من داكشي حاولت نحلها من الوسط باش ندير غير شرائح رقيقه. كديري لهم بزار الملح وكتعمريهم بالحشوه، من فوق من الحشوه كديري الجبن المفروم، يعني كديري الجبن بحال هكا، التشيز اللي بغيتي. انا درت تشيز ديال غرويير الفرنسي، كيجيني خفيف كيجيني زوين، مره كناخذو. المهم كي كتشوفوا في هذا رمضان حنا كنهدفوا على بزاف د الحوايج اللي ما خصناش نورمالمون ناخذوهم، سمحوا لي. المهم اللي كترولي ستيك بهذه الطريقه، كدوزي كديري ليه سترينغ. انا ما بغيتش نكمل معاكم، عندي جوج ستيكات، ما بغيتش نكمل معاكم كلشي، لان واحد صاحبتي قالت لي ملي ديري ستيك عمري لي داكشي اللي بقى تاع الفرماج فوق من هذاك ستيك ودخليه ليا للفران. هذيك الطريقه ديالها درتها ليها، ماشي مشكل. المهم بهذا الشكل كديري سترينغ، كتعقدي به هذاك الستيك اللي دورتي، ما كتزيريش عليه بزاف، لان ماشي بحال الروست، يعني هذا بغيتي غير باش يشد لك لا فورم. و الا كنتي غادا تعمري بالدجاج، الدجاج ما كديريش ليه سترينغ، كديريه في الكلين فيلم، يعني في البلاستيك ديال الكوزينه، وكطيبيه في الماء لمده 45 دقيقه. حاولي تاكدي بان الدجاج طاب لك من الداخل، لان يعني الدجاج صعيب الا ما طابش، راه صعيب فيه بكتيريا خايبه، بكتيريا
كتخليك تسوفلي حياتك كامله. المهم بالنسبه لدوك العويدات اللي غادا نديرهم في الستيك، هذوك العواد كديريهم انا كنطيب بهم كباب بحال هكا، لو بغيت ندير كباب في الفران كنطيبو بهاد العواد. وحتى بالنسبه للتقديم تيجيو زويونين. كيف كتشوفي غادا نقطعو دابا، يعني كيجي غزال من الداخل هكا كيبقى بهذا الشكل، يعني كل ما طاب ملي كيطيب كيولي اللون ديال الفلفله وداك الشيء تيبرز وتيكون زوين. ممكن تحمي المقله، كديري المقله اللي ما كتلصقش، كتحميها مزيان، كديري فيها الزيت النباتيه، وكتحطي الستيك على هذاك الجهه اللي بغيتي تقدمي بها، على الجهه اللي قطعتي بالموس، كديريها كتخليه لمده دقيقه على كل جهه في المقله باش يشد في راسو، وكديريه في الفران. بالنسبه لي انا ما ادوش على التوقيت ديالي، انا كنديرو 4 دقائق في الفران، ولكن نتوما قدروا ديروه حتى ل 6 7 دقائق تيبقى هو زوين، ولكن لفتي 10 دقائق قبل ما تاكليه، بلا ما ديريه، لان ما تقدريش تاكليه غادي يجي قاسح بحال البلاستيك. بالنسبه للشلاضه، انا مع كتجي من الخدمه والعيا ورمضان ما كتقدريش تاكلي، حنا عندنا 6 السوايع ما بين الفطور والسحور، 6 السوايع اللي عندنا ما تقدريش تاكلي فيها كل شيء. ممكن شلاضه بحال هكا كندير شي حاجه خفيفه لشبه هذا الشكل، بحال دابا درت الروكيت اللي هي الجرجير، ودرت معها شويه البصله شويه مطيشه، ودرت معها هذاك الايلا اللي شفتوني طيبت، وكنزيدها شويه زريعه القرعه وشويه العنب اليابس. وبالنسبه للدريسين درت لها الدريسين ديال لاموطارد، اللي كديري لاموطارد زيت الزيتون الملح والبزار والخل، في قرعه كتحركيهم مزيان وكديريهم. هانتوما كي شفتوا اللحم هو طاب، ممكن نحيدو من تمايا، وديك لاصوص كنحاول نحتاجها، كنزيد كنحاول نخليها طيب، كنزيدها شويه الماء وكتشرب، كنخليها تشرب. كنتمنى هاد الوصفه تكون عجباتكم وتجربوها، وخلوا لي رايكم في التعليقات، وما تنساوش ديروا لايك وتسجلوا في القناه ديالي وضغطوا على الجرس باش توصلوا بالجديد. نخليكم على خير، هاد الساعه الله يهنيكم.